في موضوع التأطير الديني في إطار التحول الرقمي، المغرب والمملكة الشريفة قطعت شوطا كبيرا في توظيف هذه الوسائل الرقمية توظيفا علميا ومنهجيا. ومن أهم مميزات هذا التوظيف الرقمي أنه أخضعته للعلماء، فليس هناك محتوى إلا ويمر على العلماء من أجل ضبطه وإحكام مضمونه. ثانيا، اعتمدت فيه على تكوين وتدريب لفئة من خيرة الأئمة والمرشدين الذين تكونوا تكوينا علميا رصينا، فدربتهم تدريبا منهجيا على صناعة المحتوى وأيضا على القدرة على المخاطبة وعلى التأثير، لأن الآن نحن في تحدي كبير في إطار هذه المواقع والمنصات، منصات التواصل الاجتماعي، وهذا التحدي يفرض علينا أن يكون المحتوى علميا وأن يكون في نفس الوقت يحقق المتطلبات التي تطلبها فئة الشباب وفئة الشيوخ وكل الفئات التي تكون مادتها مطلوبة في هذه المواقع. منصة محمد السادس للحديث الشريف تعتبر من أهم هذه المؤسسات التي أنتجتها المملكة المغربية الشريفة بإذن من أمير المؤمنين. هذه المنصة لها مميزات ربما تتميز بها عن باقي المنصات. هذه المنصة أولا منصة مسؤولة، فليس ينشر فيها إلا ما هو خاضع للرقابة العلمية الصارمة، وأيضا ما هو ملائم لمستجدات العصر ولمتطلبات الناس المقبلين على الحديث الشريف. من أهم مميزاتها أنها أيضا خضعت في إنتاج مادتها لسلطة العلماء القائمة على المنهج في الحديث الشريف الذي يراعي منهجية المغاربة، المغاربة في إنتاج المحتوى. منهجية المغاربة قامت على ثلاثة أمور: أولا، اعتماد الشرط الذي هو معلوم عند المحدثين، وهو أن يكون الحديث متصلا مسندا بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، لكن تضيف شيئين آخرين. الشيء الأول أن يكون الحديث مشهورا متداولا بين العلماء عبر التاريخ، لأن هذا يفيدنا في عدم الالتفات إلى ما يكون شاذا معلوم الشذوذ عند العلماء ويأتي به الإنسان دون معرفة. الأمر الثاني اعتبار العمل المتوارث. العمل المتوارث يعتبر من أهم وسائل توثيق السنة، فأرجعت هذه المنصة لهذه الوسيلة قيمتها وهيبتها ومكانتها التي ربما اندثرت بعوامل متعددة. المنصات عموما ومواقع التواصل الاجتماعي لا تلتفت إلى هذا المجال أو إلى هذه الوسيلة من وسائل التوثيق، فتردد على صفحاتها كثير من الأحاديث التي ربما يرى أنها ثابتة من حيث الأسناد، لكنها من حيث الواقع تعتريها عدة إشكالات وعدة يعني مشكلات تحتاج إلى بيان.